السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ الفاضل محمد أحمد الزبادي أبو الوليد، وهذا الجزء هو الجزء العاشر من هذه المقابلة. اليوم هو الثلاثاء الموافق 4 آب لعام 2009. حاضر. الله يحييك حجي. أستاذنا الكريم، كنا بدنا نحكي عن الإنارة. الإنارة، هل كانت مدينة يافا مخدومة بشبكة كهرباء؟ يعني قبل الثلاثينات أو كانت في شركات تضاء بكهرباء، كانت بسيطة غير يعني معممة، كان في شوارع رئيسية، لكن الشوارع الداخلية ولهذا كانت تضاء كلها بالفوانيس. يعني كيف كانت مضاءة؟ لأي شركة كانت تابعة الإضاءة قبل الثلاثينات؟ لا أذكر والله اسم الشركة اللي كانت، لكن يعني كانت تضاء بدائية، شوارع رئيسية بس كم منها شارع، وكان كهرباء ضعيفة جدا شأنها شأن باقي المدن الفلسطينية والقرى، ما كانت تضاء بالكهرباء، كل شركة محليات كانت. نعم. ثم بعدين اليهود تمكنوا من أخذ ترخيص من حكومة الانتداب بأواخر 1929 وأوائل الثلاثينات كذا، أخذوا ترخيص بأن يعملوا شركة كهربائية عامة لجميع البلاد. مين هم مساهمة؟ شو اسم هذه الشركة حجي؟ شركة روتنبرغ للكهرباء. وشو أصله هذا روتنبرغ؟ يعني هو يمكن روتنبرغ هو اسم شخص، يمكن أكبر مساهم فيها كان أو كذا لآخره. بعدين سموها الشركة الإسرائيلية أو الفلسطينية. طب دكتور، الشوارع بالثلاثينات أو قبل الثلاثينات أو قبل شركة روتنبرغ كانت تضاء بالفوانيس؟ كانت يافا كانت تضاء بالفوانيس، يعني الأزقة والشوارع الداخلية كلها كانت تضاء بالفوانيس. وحتى بعض الشوارع كانت تضاء بالفوانيس عندما تركنا للبلد، يعني نعم. مثل حارة رشيد والحارات اللي كانت قديمة وما عليهاش الأعمدة الكفاية. طبعا كيف كانت تضاء بالفوانيس؟ يعني كان في هناك شركة لهذه الغاية ولا؟ لا، كانت البلدية يعني مشرفة على العملية هذه، معينة لها أشخاص أو موظفين، كل شارع أو له واحد اللي يروح يتسلق بسلم للفانوس يفتحه ويعمل له الصيانة اللازمة، يحط له الكاز أو يحط له الكذا والفتيلة ولا آخره ويضوي، وتاني يوم الصبح عند المغرب أو أول بعد بين المغرب والعشاء كان يلف على هالشوارع اللي موكول فيها ويضيئها، وتاني يوم الصبح يروح يطفيها في الفجر أو بعد الفجر بشوي يطفيها. طيب البلدية كانت تحصل بدل إنارة للشوارع من الناس، كانت تحصل ضرائب البلدية على الكهرباء؟ نعم. لا أذكر أنه كانت تأخذ ضرائب، البلدية من ميزانيتها كانت تعمل الأشياء هاي. نعم. طب حجي، بيوتكم شو كانت مضاءة؟ بالضوء العادية هذه النمرة 4 و3 و1، يمكن لسه موجود منها بقايا. نعم. بالفتيلة، وضوي يحط فيه كاز ويحط فيه الفتيلة وبنورة عليه، وإله يعني رجلاجي للفتيلة يطلعها ويدخلها، وإله نمر هذا يعني يعطي الضوء قديش، نمرة 2 ونمرة 3 ونمرة 4، أكثر إيش نمرة 4 كان. نعم. كانت تصنع في فلسطين عمي هذه اللمبات ولا برا؟ كان تصنع في فلسطين ولا اللمبات؟ كانت من صناعة فلسطين ولا كانت من برا حجي؟ والله كانت تستورد من مصر، أعتقد إنه كان في شركة اسمها شركة ياسين. نعم. وفي شركة تانية أخرى نسيت اسمها بس أشهرها شركة ياسين. شركة ياسين اللي كانت تورد البنانير البنورات هذه وال. طب عمي، إمتى يعني الكهرباء وصلت للبيوت؟
الكهرباء. ايوه. امتى وصلت للبيوت؟ باي عام دخلت البيوت؟ هذه بنقدرش نقول باي عام، اما يعني كانت كل البيوت جديده مثلا داخل الكانتون. نعم. كانتون البلديه والشوارع اللي كانت مقرر لها الكهرباء كانت تضاء العمارات، لكن العمارات البعيده عن اللي الكبلات الكهربائيه اللي كانت تضاء فيها الشوارع كانت تستنى حتى يصير في المشروع وتضاء فيه. يعني طلعتوا من يافا وكان في بيوت ما فيها كهرباء دكتور؟ في بيوت مثلا اللي بعيده عن الاعمده او بعيده عن الشارع الرئيسي وتحتاج الى مسافه، طبعا البلدية لازم تأخذ فيها ميزانية وكان يأخذ وقت هذا حتى أنه يصرح التصريح، وإذا مستعجل صاحب المشروع أو صاحب العمارة بده يدفع حق الأعمدة والكبلات لتوصيلها للكهرباء على حسابه الخاص، أو يشترك مع بعض المنتفعين. طب دكتورنا الكريم، اللي مدد الأسلاك ومدد العمق يعني ووضع العمدان في أماكنها، الأسواق، الأسلاك دكتور، الأسلاك الكيبل. الكيبل. نعم نعم. وثبت العمدان في الأرض، الشركة ولا أنتوا؟ والله ما كانتش أول الكيبل يعني إنه بالأرض، كان أول الأسلاك كلها هوائية. كويس. طولت هوائية يعني على ما كانش شو هو اي على عمدان حجي؟ على اعمال اعمدة. طيب هذه الاعمدة مين اللي حطها حجي؟ كانت البلدية. ما البلدية ولا شركة البلدية ولا شركة الكهرباء حجي؟ لا البلدية طبعا باتفاق مع شركة الكهرباء، لانه شركة الكهرباء عليها انها تركبها في اماكن معينة وتركب اسلاكها عليها، لكن دفع حق الاعمدة وكذا لاخره واتفق عليه مع شركة الكهرباء. طيب تتذكر انكم دفعتوا او ساهمتوا في نفقات انشاء هذه الشبكة يا دكتور يا استاذ؟ لا والله انا لا اذكر في هذا انه ساهمنا. طب استاذنا الكريم، كان في عدادات للكهرباء؟ عدادات طبعا لازم يكون في عدادات في البيوت. نعم. والبلديات كمان نفس العملية. طب مين اللي كان يحاسب على الكهرباء، البلديات ولا شركة روتنبرغ؟ لا روتنبرغ كانت هذه روتنبرغ كانت مسؤولة عن المحلات اليهودية. نعم. لكن الشركة الكهرباء لما كانت داخل البلديات العربية كانت تشرف عليها العربية موظفين عرب. نعم. موظفين عرب. تتذكر مين أشهر موظفين الكهرباء في البلدية دكتور أستاذنا الكريم؟ نعم. الشباب اللي كانوا مسؤولين عن الكهرباء في المدينة تتذكر أسماء منهم؟ والله لا ما بتذكرش أسماء ولا. ولا بتتذكر مين الشخص المسؤول الأول عن الكهرباء في المدينة؟ لا. طيب أستاذنا الكريم، الشوارع صارت لما اجت شركة روتنبرغ غذت المدينة عبر البلدية او من خلال البلدية، يعني اضاءت الشوارع بشكل جيد؟ هو على كل إن اسم روتنبرغ هذا ما كانش وارد عندنا بيافا. نعم. يعني بعد ما ركبوا الكهرباء روتنبرغ كانت مسؤولة عن الاماكن اليهودية فقط. فقط، لكن الكهرباء لما تزود إلهم كانت طبعا عددات عليها قد ايش سحبت يافا من الكهرباء او قد ايش البلدية اللي كانت حارب تحاسب عليها. نعم. او من ينوب عن الشركة الرئيسية بالمحاسبة الكهرباء الأخيرة. نعم. عمك معظم أبناء المدينة اللي يعني الموجودين داخل أو يعني في إطار الشبكة، شبكة الكهرباء، مدوا كهرباء ولا في ناس ما مدوا كهرباء لأنه مثلا إمكانياتهم أو ما فهمت السؤال؟ نعم. كل أبناء يافا
اللي واصلهم الكهرباء مدوا كهرباء ولا لا حجي؟ كل اللي اخذوا كهرباء يعني ما في نعم في كهرباء؟ لا يعني اللي كان واصل لحد بيته في كهرباء. نعم. كله مدد ولا في ناس يعني امتنعوا عن التمديد؟ امتنعوا عن التمديد؟ نعم. لا فيش حدا كان يمتنع عن التمديد. كلهم كانوا يطلبوا الكهرباء والكهرباء ضرورية جدا أصبحت يعني من مقومات الحياة. في المدينة. مهمة جدا خالص. لازم للإضاءة ولازم للمشاريع ولازم لكل شيء. تتذكر شو أسعار الكهرباء في ذاك الوقت أستاذنا الكريم؟ أسعار الكهرباء يعني بقدر أقول لك أنه كانت في متناول اليد لكن مش متذكر الفواتير. طيب أستاذنا الكريم شو استخدمت يعني شو استخدمت أدوات كهربائية في البيوت في ذاك الوقت؟ لمبات، لمبات عادية يعني زي هلا. كان في بعض التريات المحلات الكبيرة ولمبات عادية. طيب ما استخدمتوا المراوح والثلاجات وال... هذه بعدين صارت الثلاجات ما كانتش موجودة بعد الأربعينات أو نعم. أواخر الثلاثينات بدأ الثلاجات تصير، لكن كانت الثلاجات عادية، كانت عبارة عن صندوق خشبي وفي مواسير داخلية ملتوية كذا 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 ونحط عليها ألواح الثلج ويتسكر عليها وإلى حنفية من الداخل تمر المية من الرئيسية بالماسورة وتحت ألواح الثلج وتطلع من تحت ألواح الثلج للحنفية الخارجية اللي بدها تطلع من الصندوق الخشبي هذا. المطاعم والهذا كلها كانت هيك. والبيوت كمان كانوا يستعملوا الثلج والأشياء هذه الواحد تلجية أو كذا الأخير إذا كان في ضرورة. أما تلاجات ما كانش لسه موجودة. مراوح تلاجات ظهرت بآخر وآخر الثلاثينات. نعم مراوح كمان ما كان في قبل الثلاثينات ما كانش. بالأربعينات مش متذكر يعني أنه كان في مراوح لسه. نعم. طيب عمي قبل ذلك كنتوا تشتغلوا على الفوانيس. نعم. من وين كنتوا تجيبوا الكاز؟ منين نجيب الكاز؟ نعم. الكاز كان أول يستورد من روسيا بتنك، بتنكات مقفلة. من روسيا؟ نعم. من وين؟ من روسيا كان أكترية باكو. نعم. يجي تنك مسكر. هو البنزين ما كانش لا في طرمبات بنزين ولا كان في أول بالعشرينات أوائل الثلاثينات ما كانش في هذا. نعم. كان تنك بنزين أو تنك كاز وعبوه بالبرميل والبرميل الحصان يسحب العرباية هذا ويلفوا على الدور ويعطيهم الكاز اللازم والأشياء للبريموس والراديوس والبوابير الطبيخ. نعم. يعني برضو كانت وسائل الطهي عامة بوابير الكاز. بوابير الكاز البريموس والراديوس والنكاش ينكش براس البابور ويدفش بالدفاش و... طيب استخدمتوا الحطب والفحم عامة في طهي الطعام؟ طبعا الحطب والفحم هذا ضروري كان، لكن بالبيوت كان الحطب يعني نادر يستعمل لأنه بيعمل دخان وبوصل. أما الفحم والدق. شو الدق؟ الدق هذا تبع نوى الزيتون بعد درسه وأخذ الزيت منه، كان البد يعني معصرات الزيتون تعطي للأفران ويولعوه مشان الخبز يخبزوا عليه ويخدوا صناع الحلوى والكنافة والحلويات يحطوه تحت صدورة والبيوت يخدوه للتدفئة، يحطوا الفحم أول ويحطوا عليه الدوء لأنه بيطول حتى يدوب. نعم. ويعطي تدفئة كويسة. والفحم كان كمان يستعمل مشان تدفئة البيوت لأن ما كانش فيه دفايات على الكهرباء قليلة كانت نادرة. عظيم.
أستاذ الكريم، يعني لما وصلت الكهرباء إلى المدينة كان في فرحة، كان في إحساس وشعور بأنه في شيء جديد للقرية إجا ولا؟ آه طبعا، هذا بمطالبة، هذا صارت بمطالبة كتير، لأنه كانت يعني صار مساومات عليها حتى إخضاع الناس للسياسة اللي كانت موجودة من شان بناء الوطن القومي اليهودي. نعم. يعني دائما في تأخير على كل طلبات العرب في أي شيء اسمه حضاري. نعم. فكان بمطالبات ونداءات وجرائد وكذا لآخره، عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا بالقطارة. نعم. طيب أستاذنا الكريم، القطاع الصناعي أو القطاع التجاري في يافا استفاد من الكهرباء؟ آه كان أكتريته يضاء بالكهرباء، أكتريته إذا كان متوفر الكهرباء وأسلاك مرة من جانبه طبعا لازم يأخذ كهرباء ويضيء المتجر تبعه وكل شيء، لكن إذا كان بعيد نعم. مثله مثل بقية الجيران بتوعه إنه لسه الكهرباء وصلتوش فبده يستنى حتى تضاء، فكان يستعمل اللي هدول اللي بسموهم اللمبات الكبير، اللمبات نعم كانت على شمبر شمبر يضاء بالكهرباء. طيب عم يعني أنا قصدي بالكاز. فتح مصانع مثلا لما اجت الكهرباء ليافا، فتح مصانع مثلا أو شركات كبيرة شوية على الميناء، ثلاجات، برادات، استفادوا يعني الناس من الكهرباء لهذه الغايات؟ طبعا صار في بالمستقبل بعد ما صارت يستورد، يقدر يستورد ثلاجات، وثلاجات صارت بداية تعميم وكذا لآخره. أنا قصدي مش ثلاجات البيوت يا أستاذنا الكريم. نعم. مش ثلاجات البيوت. أنتوا كون يعني منطقتكم منطقة ميناء واستيراد وتصدير. الاستيراد والتصدير. يعني كان في هناك بضاعة تحتاج إلى برادات ضخمة. إلى برادات ضخمة. كان في يافا برادات ضخمة يا حاج؟ يعني كان بس نادرة، كانت هذه قليلة أو ببدايتها كانت قليلة. نعم. قليلة، لكن بعدين صار يعني يتعمم الأشياء هاي. نعم. طيب ننتقل لموضوع آخر عمي، لشبكة المياه. شركة المياه. شبكة المياه، الشبكة. نعم. كان في شبكة مياه ولا كنت تنقلوا على في الوضع الطبيعي أو في الوضع؟ لا، كانت البلدية المشرفة على العملية هاي، البلدية كانت هي بتعمل التمديدات المي، وفي قسم خاص بالبلدية على إدارة المياه. نعم. وتحصيل أثمانها. يعني عامل البيوت، البيوت وصلتها المية بحنفيات. بحنفيات. كل بيوت المدينة ولا في بعض المناطق؟ لا طبعا في مثل الكهرباء، إذا ما فيش تمديدات عندها بدها بتضلها على قضية البدائيات، إنه الأبريق والشفات يشربوا فيها والأبريق. نعم. كان في حوز في يافا؟ كان في بصة شارع جمال باشا ورا البلدية حوالي 100 متر أو 120 متر في البصة، شارع جمال باشا كان شرقه، هناك في حوز يعلو حوالي 60 متر أو 50 متر. نعم. وكان عنده مطور هناك ويطلع المية لفوق ويوزع على بقية البلد. طب من وين كانت المياه عمي؟ مصدر المياه شو كان؟ جوفي مثلا ولا اي؟ جوفيه، هاي مياه جوفيه. استخراج عبر المواتير؟ عبر المواتير من المواتير. المواتير يعني كانوا يستخدموا مواتير؟ موتور كان يطلع المياه من البير الجوفي. نعم. ويطلع للحوز لفوق، والحوز يوزع الشوارع الرئيسيه ومن يتفرع على البيوت وعلى الحارات. حوز واحد فقط في المدينه دكتور استاذنا الكريم؟ الا اذكره بس حوز واحد كان موجود في البصه. نعم. طيب حجي، كان في عيون مياه في القريه؟ كان عيون مي. عيون عيون مي. عيون مي. عيون مي في يافا. نعم.
عيون مي، بتذكرش انه كان في عيون مي يعني تنبع هيك لحالها تنبع. نعم. ماشي. لا طب كان في ابار توزيع؟ ابار جوفيه كثير، لانه كانت البيارات كل بياره كان فيها بير جوفي، وكان ممكن يكونوا متقاربين من بعض، يعني بين كل بير يمكن 30 متر او 50 متر او 40 متر. ابار كثير كان، هذه ابار جوفيه. نعم. لكن ما كانش يؤخذ منها للمواسير الى سقايه البلديه يعني. نعم. البلد. نعم. ما كانش يؤخذ منها. كان في ابار مثلا في بيوت معينه قديمه بالعجمي مثلا، في ابار كان بكل بيت في كل هذا بير ويسحب منه مي. نعم. لكن في المنشيه لا اذكر انه كان في ابار جوفيه في كل بيت او كذا لاخره. اما بالعجمي كان في ابار جوفيه وعميقه. نعم. طيب اللي في العجمي عم هاي الابار كانت مستخدمة بشكل دائم؟ بشكل دائم كانوا يستعملوها، لأنه كانت في ناس مثلا بدهم يوفروا ثمن المية اللي جاي من البلدية لأنه إلها ثمن، لكن هذه المية اللي طالعة من البير ما إلهاش ثمن، يعني متوفرة إله بدون ثمن، وبذلك وبذات الوقت باردة لأنه بتكون داخل الأرض تحت، مش جاي بمواسير مرة بالشمس ومرة بالشوارع والهذا الآخري، فبتكون أبرد من المية اللي جاي من برا، فكان يستعملوها للشرب وللغسيل كتير أحيان. طيب هذه الآبار عمي الموجودة في البيوت في العجمي، آبار جمع ولا آبار؟ لا ابار نبع. نبع نبع، لانه مش ابار جمع يعني شتويه. نعم. لا زي بقيه القرى. طب هذه ابار نبع يعني بيستخدموا مواتير لها حجي ولا؟ نعم. بيستخدموا المواتير ولا شو الابار؟ نعم. لا هذا بير بكون خاص في نفس البيت، بيضلوا بينبع يا حاج بحوش البيت، يعني البيت غرف هيك والبير جنب. طب هذا المي فتحت بضلت تنبع؟ لا بير نزاز، هذا مش نزاز. نزاز نبع يعني. لا لا مش بير بسموه فجر يعني. نعم. لا بير نزاز يعني ميته قليلة يعني مش كثيرة. ميته قليلة ايوه، بالسطل ينزلوا سطل ويسحبوها من بالسطل. طيب عمي تتذكر مين كان مسؤول عن المياه بيافا؟ نعم والله كنت اذكر لكن نسيت مين اما كانت في لجنة بالبلدية موظفين عاديين مثل اي دائرة البلدية كانت مسؤولة عن المياه. طيب حج المياه تدار للبيوت بشكل يومي كانت ولا؟ والله هي مفروضة تكون يومية، لكن كانت الظروف في ذاك الوقت الظروف تكون قاسية، يمكن يكون حارة تكون تستهلك مية أكثر من الثانية فيقل المية عن الحارة الثانية أو كذا الآخرة، فكان لا مش هالقد كتير يعني المية زايدة عن الناس وفيها بهرجة وفيها كذا، لا كانت المية على الأد تمام أو أقل شوي. طيب دكتور كان في برك في القرية في المدينة؟ برك داخل البلد؟ نعم. يعني بركة عمومية وكذا؟ نعم. لا أما البرك كانوا موجودين بالبيارات خارج البلدية، خارج البلدية كل بيارة كان لازم يكون فيها بير مثل ما حكينا، والبير هذا يدار بموتور والموتور يطلع المي من البير ويصب في البركة حتى تنتهي البركة، ومن البركة يصير سقاية البرتقال. أما برك داخل كانتون البلدية ما كانش فيه. نعم.
طب يعني برك أثرية مثلا أو أرض هابطة ما كان أستاذ الكريم؟ يمكن يكون في، لأنه بتعرف خارج أسوار مدينة يافا القديمة، نعم، يعني كانوا البيارات واصلين لحدية السور، يعني مثل ما تقول مثلا العمار واصل خارع جامع السكسك مثلا، نعم، وشارع جمال باشا كان هذا خارج حدود البلدية، نعم، من زمان. فكان في بيارات، يعني حتى شارع جمال باشا اخترق بيارة، حتى لما مدوا اخترق بيارة وقسمها قسمين، بيارة لشهاب الدين، بيارة لشهاب الدين، وبقي هذه البركة بتاعتها يمكن هي الأثرية الوحيدة اللي موجودة. البركة هذه جنب جامع حسن، جنب جامع السكسك، كان في خان لشهاب الدين، وبقايا البركة اللي كانت لبيارة هذه بقيت موجودة. غيرها ما بتذكرش انه في بركة قديمة، لانه الباقي كله اندثر. حتى شارع فيصل لما صار شارع فيصل وحدثوا برضو اخترق بيارات، يعني الشريق العجمي او مدرسة او كنيسة اللاتين كان بجانبها بيارات، نعم، وشارع البطمة كمان يحدوا بيارات، وسوق الخضرة كمان كان بيارة، وقطع أشجارها لأبو جياب كانت البيارة هذه، وقطع أشجارها ونعمل سوق الخضرة فيها. يعني هذا قريب من أسواق، من الأسوار اللي كانت يافا فيها، نعم، يعني قريب من سوق الصلاحي أخير. طب شو كان البركة هاي؟ كانت يعني تستخدم للسباحة، تستخدم لل، نعم، البركة كانت تستخدم للسباحة؟ للسباحة، يعني السباحة أهل الساكنين، لأنه كل بيارة كان فيها ساكن ناظر للبيارة، وأهله وأولاده وكذا الأخيرين هم يسبحوا فيها. أما يجي ناس من الغربة من برا لا، إلا بمصاحبة الناظر على البيارة، هو اللي يسمح إذا كان مثلا ابنه أو أولاده إلهم مثلا أصحاب وهذا يجوا يسبحوا فيها، أما مش مباحة للناس. نعم. طيب أوضاع المياه عمي أبو الوليد كانت نظيفة؟ كانت البيرات، المياه كانت نظيفة ولا كان في هناك؟ والله كانت محولة من البلدية، كانت تكون نظيفة. أما في بعض الأحيان إذا كان مر عن أشياء تانية بتكون أشياء مش طبيعية، أما بالشكل العام كانت نظيفة، توصل نظيفة. نعم. طيب أستاذنا الكريم، يعني طحالب أو ديدان أو علق كان يوجد في المياه؟ حالة علق وديدان، علاقة ديال في نفس المية تبعت البلدية؟ نعم. لا، ولا في البرك حجي الثانية، ولا في البرك أو في الآبار الثانية؟ البرك اللي في البيارات، نعم، البيارات لا، ما كانوش يصير فيها علاق، لأنه كانوا يربوا فيها سمك أحمر تبع الزينة هذا، نعم، كان كل البرك يحطوا فيها سمك، والسمك هذا طبعا يأكل الأشياء اللي ممكن تسوي على او تسوي ناموس او تسوي اشياء ثانيه. يعني محططين الها، وبذات الوقت كانت وزاره الزراعه او دائره الزراعه كانت تلف على هذول الاماكن البيارات ولهذا، وتشوف اذا في تجمعات للمياه او كذا لاخره غير معالجه، يحطوا فيها كاز يعني منسيه مشان ما يعملش في ناموس، لانه ناموس بيعمل ملاريا او بيعمل اشياء ثانيه. نعم. فكان في برضه مراقبه عليها من صحه وزاره الزراعه، انه تمر على البيارات كلها اللي فيها يعتقدوا انه في تجمعات للمياه هنا ممكن يكون في، يلفوا عليهم، والميه الراكده يحطوا فيها كاز، والكاز هذا يمنع اي شيء من اللي ذكرته. نعم. ننتقل لموضوع آخر أستاذنا الكريم، بدنا نحكي عن الحالة الدينية في المدينة. الحالة الدينية في المدينة، حالة دينية، نعم. عمك
تتذكر كم مسجد كان في المدينة أو كم كنيسة؟ بتذكر كان في كنيسة الخضر. كنيسة الخضر وين موقعها؟ الرومان أرثوذكس. كنيسة الخضر موقعها على الشارع اللي مؤدي ما بين بجانب المستشفى الفرنسي اللي بمر وبنزل على البحر هنا بعد المستشفى الفرنسي وراه جنوبه جنوب المستشفى الفرنسي جنوب غربي بالنزلة تبع شارع البحر هذا اللي بنزل من أمام مدرسة الفرير وبنزل على البحر هذا كان في هناك عيدك الشمال وانت نازل في كنيسة الخضر. نعم. وفي كنيسة اللاتين برضو بطريق العجمي مر من تحت شارع فيصل. نعم. كنيسة اللاتين وفي الأقباط دير الأقباط طبعا في كنيسة. وين موقعه دير الأقباط؟ نعم. وين موقعه دير الأقباط؟ دير الأقباط كان في عندهم بيارة اسمها بيارة الأقباط إلها بيارة وكان لها أول عجمي في العجمي هناك. نعم. هذول الكنائس اللي بتذكرهم يعني. ثلاث كنائس فقط؟ نعم. بس ثلاث كنائس؟ كنيسة اللاتين وكنيسة الأرثوذكس والأقباط كمان كان عندهم كنيسة خاصة فيهم وين في كمان كنيسة؟ في كنيسة كمان في البلد القديمة. قديمة هذه أثرية هناك في درج النامسة قريبة من درج النامسة كان في دير للاتين هناك وفي كنيسة للاتين. طب تتذكر على رأس الهضبة. تتذكر كنيسة الخضر مين كان الخوري تبعها؟ والله كنت أعرفهم بس والله نسيت لأنه كنت أزورهم كتير هناك وأروح على الكنيسة مع أصحابي هناك نعم يعني نروح على الكنيسة في مناسبات كلها وكذا لآخره وكانت تحابب أخوية جدا يعني موجودة لكن الحقيقة نسيت بعض الأسماء. حتى كنيسة اللاتين أو كنيسة أو دير الأخباط ما تتذكر ولا اسم من أسماء؟ مش بتذكر والله بس بتذكر انه كنت دين. اروح على الكنيسة لانه ما كناش نقابل الرئيس المطران او الهاتف. طب من ايش مبنية الكنيسة حجي؟ نعم. من ايش مبنية الكنائس هذه؟ من ايش مبنية الكنائس؟ الكنائس كان مبنية من حجر الكنيسة اللاتين خاصة كان من حجر ابيض وكانت فخمة لانها عملت حديثة كانت حديثة نعم. لكن كنيسة الخضر كانت عادية من الطوب من الطوب مقصور العادي يعني زي بقية البلاد مش حجر يعني مكشوف نعم مقصور من الخارج ومن الداخل بس كنيسة اللاتين كان الحجر فيها ظاهر زي مثل عمان كيف الحجر ويتباهوا فيه نعم. طيب كان لها جرس حجي كان لها مثلا زي ال طور طور طبعا الاجراس مش الاجراس نعم. ما تتذكر مين كان يخدم هذه الكنائس حدا منهم حجي؟ نعم. غير الخوري مثلا او المطران تتذكر مثلا اشخاص اشتغلوا في هذه الكنائس كخدم لهذه الكنائس؟ والله بتذكر كان الأستاذ عيسى السفري كان يعني أظن من اللجنة اللي كانت تدير الكنيسة الأرثوذكسية وكان يطالب هذا دائما عيسى السفري مع جماعة يعني مترأسين يطالبوا بتعريب الكنيسة الأرثوذكسية لأن كان اليونان كانوا مسيطرين عليها عشان هيك أنا مش قادر أتذكر هل هو كان يوناني أو كان عربي مش متذكر الكنيسة الخضر مش قادر أذكر لك اسم اللي كان الشخص اللي لعشان كان في هذاك الوقت حتى خرجنا من البلد وأظن لا يزال الآن المطالبة بتعريب
البطرقية أو الكنيسة اليونانية، لأنه هي أكبر الكنائس كانت الموجودة بالبلد. نعم. ولا زال أعتقد هي. حج كان فيها مرافق هذه الكنائس؟ نعم. مرافق؟ طبعاً فيها مرافق كويسة. في الإيش عم؟ مرافق حديثة. حملات ومراسم. كانت الكنائس حضارية. طيب الخور يا عمي او المطران كان مفرغ للعمل في الكنائس ولا كان ايش؟ كانوا مفرغين للعمل في الكنائس؟ طبعا متفرغين، في ناس متفرغين جدا كان. طب مين كان؟ لكن في البعض بتذكر كان الاستاذ اديب سعد الخوري، يعني كان انسان لاهوتي وكان يعني يساعد في أشياء تانية، لكنه لم يكن يلبس لباس رسمي. نعم. طيب حجي كان في جهات تنفق على هذه الكنائس؟ جهات تنفق على هذه الكنائس ولا تبرعات ولا؟ طبعا الطائفة هي تتعهد في الموضوع هذا، الطائفة كلها هي تتبرع. نعم. يعني في أشخاص كتير كانوا، ولكن مش حابب أذكر أسماء لأنه خوفا من أنه لا يصير واحد يقول أنه بدأ في عدل فلان. لا أذكر. في عائلات كانت يعني مثلا تماري، وهبي تماري مرحوم، كان هذا إيده طويلة في القضية في التبرع، ويمكن لا يزال أولاده كمان بشر. نعم. لهذا يعني بتذكر تماري مثلا، عائلة تماري كانوا متبرعين جدا وأصحاب خير. نعم. لكن في آخرين لا يزالوا كمان أيضا هم متبرعين. نعم. طب أستاذنا الكريم، فيك تذكر لنا المساجد اللي كانت موجودة في المدينة؟ نعم. المساجد. نعم. طبعا في أكبرهم كان المسجد الكبير اللي هو موجود جنب الإشلي، جنب القشلي على ساحة السرايا أو ساحة الساعة، له باب من هناك بدخل عليه على المسجد، وعلى دايره الدكاكين. نعم. مشان يصرفوا هدول أجروهم يصرفوا على المسجد، على المسجد على دايره. وهذا المسجد كان ملفوف، كان كبير المسجد كتير، وفي أروقة كان داخله للحنابلة وللشافعة وللمالكي وللحنفية. وكان بالمساء بين صلاة الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب كان يكون في دائما حلقات هناك، مدرسين الحنابلة بشقة والمالكيين بشقة زي زمن قديم. فأنا كنت أروح مع أبوي وأنا عمري 7-8 سنين ونحضر دائما الحلقات هذه، لأن أبوي كان حنبلي. نعم. لكن كنا نقعد في مرات، نقعد عند الحنفية ونقعد عند هذا يوميا تقريبا، كان يأخذ من وقتي دائما من العصر للمغرب، نروح هناك نصلي المغرب، يصلي العصر والمغرب نروح على البيت ونحضر التدريس هذا. وأتذكر واحد اسمه كان الشيخ أديب السراج. نعم. والإمام تبعه كان دار الإمام الشيخ راغب الإمام، وكان يوم الجمعة يطلع على المنبر وسيف يحطه إيده على السيف ويلقي الخطبة. نعم. من زمان، بعدين منع هذا. منعوا الجيش قبل ما نطلع يمكن 2-3 سنين منعوا انه يحط يطلع على المنبر يحط السيف وكذا لاخره. كان دائما يعني لما يطلع بده يطلع على المنبر بايده السيف، يحط ايده على السيف ويخطب الخطبه بتاعته. بعدين في عندك الجامع السكسي. طب هذا الجامع الكبير. نعم. الجامع الكبير عمي مبني من حجر؟ حجر بالمعنى الحجر ما بعتقدش، يمكن الطوب او الحجر، لكن كان مقصور من الداخل ومن الخارج مقصور، يعني لانه الجامع قديم يعني من زمان الاتراك تقريبا ابو كبير.
نعم. وإله باب كان على الساحة، وكان إله باب على الطريق المؤدي إلى البحر أمام سوق البلبسي، وفي إله باب من تحت من ناحية المحمودية محل الوضوء والهذا الدخول عليه. يعني كان في حمامات ومرافق حجية أخرى في الحمام أبو كبير الجامع الكبير. والله مع الأسف أقول لك إنه الجامع الكبير كان مبني قديما، ولذلك بقي على ما هو عليه، ما سلوش أشياء حضارية، ظل في قضية القديم قديم. يعني ال 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 قضاء الوضوء كان في نوفرة صغيرة هيك على دائرة في كراسي في اسمه الناس حنفيات يتوضع عليها ويسحب عليها، لكن قضاء الحاجة كانت قديمة على العهد القديم، يعني ششم. شو ششم يعني؟ نعم. شو الششم؟ يعني بدون مش الحضارية، مش الشيء الحضاري اللي حصل بعد 35 و 38، مقعديات وكذا لآخر. لا، حفر في الأرض ومجاري من تحت الأرض ماشي على البحر. طب كان له قبة وكان له ميذنة دكتور؟ نعم. قبة وميذنة له؟ قبة معلوم، قبة كبيرة كانت له وساحة مكشوفة. وميذنة يا حاج؟ نعم. الميذنة؟ الميذنة كمان طويلة كانت ميذنة. طيب كان الأذان يرفع فيه على السماعات ولا كان ايه؟ كان في سماعات كهربائية؟ لا، أنا تركته ما في السماعات كهربائية، ما بتذكرش لأنه ما كانش موجود الميكروفون هذا. نعم. الميكروفون صارت حديثة. وكان المؤذن لسه يطلع على الميدان فوق وكذا لآخره، مش مثل اليوم. نعم. وكان يسمع؟ كان يسمع الصوت؟ يسمع، لأنهم كانوا أصواتهم كويسة. طب أستاذنا الكريم، كان مفروش سجاد ولا حصن؟ نعم. من إيش كان مفروش؟ مفروش سجاد. سجاد مفروش داخل الجامع المغطى، وجامع والأروقة كمان المغطى كانت سجاد، لكن في ساحة كانت برانية هذه وانت داخل من ناحية الوضوء، هذه كانت مكشوفة سمائية مش مفروشة. هاي صيفية هاي؟ نعم صيفية بحكي. عمي، سعة هذا المسجد تقريبا كم كان يسع هذا المسجد؟ كم ساعته؟ نعم والله واسع، كان يمكن يسع له 2000-3000 واحد وزيادة يمكن. نعم. يعني في يوم الجمعة يمكن يأخذ له 4000. ما شاء الله. لأنه الساحة كمان هذه اللي قلنا مكشوفة كمان تتعبى، ويتعبى الأروقة كلها اللي قلنا هدول، بصير فيها دروس، وداخل الجامع كمان بأخذ. عمي، نفقات هذا المسجد على مين كانت؟ نفقات المسجد، مصروفات المسجد. نعم. مصروفات المسجد لازم يكون في له، يعني ما هو كان له أوقاف تصرف عليه. نعم. لكن ما قل، يعني ممكن كانوا يطلبوا من المصلين كالعادة التبرعات اللي بيقدر يتبرع له إشي في الأشياء اللي ممكن تكون يعني قلت عليهم، لكن القسم الكبير لأنه كان في له دخل كبير من الدكاكين كلها على دايره، كان في دكاكين دكاكين كلها يتم أجرة ومعنين معمودة، يعني مش واحد يقول أنا ما بعتش ولا اشتريت ولا هذا، لا، كان دكاكين معمودة، وخاصة المصلين كلها لما يطلعوا يشتروا حاجياتهم كلهم من الدكاكين الموجودة على دائر المحل. نعم. طب كان في دائرة أوقاف؟ نعم. دائرة أوقاف كان موجود؟ طبعا في دائرة أوقاف موجود، وقضاء شرعي وكل شيء. طب هاي دائرة الأوقاف كانت تتبع لها فقط المساجد ولا المساجد والكنائس؟ كانت دائرة الأوقاف. أيوة. هي دائرة أوقاف إسلامية ولا دائرة أوقاف إسلامية ومسيحية؟ لا، دائرة أوقاف إسلامية ما لهاش علاقة بالمسيحية، المسيحيين كل واحد له إدارته الخاصة.
نعم. وكل طائفة لها تدير أماكن العبادة بتاعتها لوحدها. أما من المسلمين كان دائرة الأوقاف كما هو معروف إنه هذا القضاء الشرعي هو دائرة الأوقاف كما هو الآن موجود النظام هذا. عظيم يا حاج. بعد إذن حضرتك نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله. شكراً.